كنحتاج 250 غرام زبدة، تكون لينة، كاس إلا بغيتو ديرو اللوز أو كاوكاو، أنا درت كاوكاو، وطحون مزيان، خمارة وحدة، فاني وحدة، 6 فروماجات مثلثات، والطحين. أنا درت الزبدة والفروماج، كنزيد الفاني، بسم الله، بما أن الفرماج مالح مدرناش الملح، كنزيدو كاوكاو أو اللوز، يكون مطحون مزيان، من بعد كنزيدو الطحين، طحين مغربل. كندير شويه بشويه، واحد الخماره، صافي ونجم كنديرو الطحين شويه بشويه، ما نديروهاش قاصحه، تجي رطبه ما تلصقش في اليدين. كنحصلوا على عجينه لينه ما كتلصقش في اليدين، صافي نشكلوها كما بغينا. كنهزوا العجينه كندلكوها، كنديروا بلاستيكا، ما ندلكوهاش رقيقه بزاف، حيت غنديروا غير طبقه واحده. أو أي قطع بغيتو نتوما، كنديرهم في البلاطة ديالنا حتى كنكملو ونحطهم في الفران. هنا لويتو بودا وكتقطعو على حسب قداش بغيتو باش يجي من قد قد، وهكذا حتى تسالي. هنا كنحطها في الفران حتى كتحمر، كنخرجوها، بقى لي في الفران الشكل الثاني. هنا بالنسبه للتزيين خديت باستا فاني اللي كتكون كريميه، درتها طحنتها في ديك الحكاكه ديال البصله، كندير العسل، كندوزها على الحلوه كامله، إلا عندكم فرشاة صغيرة كديروها، أنا كنديرها بصبعي، وكنديرها في باستا، كتجي جديدة بزاف، جربوها.
ثم اي شكل بغيتوه كديروه، ولا اي زواق. انا حصلت على هاد الشكيلات، جاو زويونين. من بعد خديت الشوكولات الاسود، دوبته مع شويه الزيت. انا خديت غالا، هو دغيا كيدوب، وهزيت كاوكاو حمرته وهرمشته. كتحيدوا هذاك الطحين، الكاوكاو اللي مطحون بزاف كتحيدوه باش ما يوسخش لكم الشوكولات. وكنديروا فيه الحلوة. سمحوا لي الكاميرا تقلبات، ما رديتش بالي. وهكذا كنهزوها، كنحطها في البلاستيكة، كتجي حتى هي لذيذة، المنظر ديالها رائع. ممكن ديروها بالشكلاط الابيض، انا عندي متوفر غير شكلاط الكحل، هو اللي استعملت. من بعد هادو المثلثات تا هما درت لهم شكلاط الكحل. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وإلى الفيديو القادم بإذن الله.